السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي برضو وسهلة وسريعة بالنسبة للست اللي بتشتغل وما عندهاش وقت، أو مثلا كنت في مشوار زي أنا النهاردة، كنت في مشوار وجيت متأخرة، فعايزة أعمل حاجات يعني أكلة سريعة بس في نفس الوقت حلوة برضو يعني جدا، وأكلة بحرية برضو. هعمل رز بالجمبري بس بطريقتي، يعني يا رب تعجبكم إن شاء الله وتحوز على إعجابكم، على إعجاب حضراتكم. ودي أكلة جميلة جدا، وعلى فكرة يعني رز بالجمبري ده ممكن يتاكل جنب السمك، يعني نعملوه بدل الرز الصياديه او بدل الكشري الاصفر اللي كنت عاملاه قبل كده، هو ممكن يتعمل رز بالجمبري. بس في الحاله دي ممكن ما تحطش فيه جمبري كتير، وممكن تحطي جمبري حسب ما انت عايزه. كميه الجمبري دي انت بتحدديها حسب ما انت ايه عايزه تجيبي. فممكن نعمل رز بالجمبري ده ناكله جنب السمك، ممكن يتعمل كوجبه اساسيه لوحده ما فيش جنبها حاجه، يعني الا مجرد حبه سلطه كده بس وخلاص، لانه عباره عن جمبري وموجود في الرز يعني، فبتبقى اكله سريعه واقتصاديه وجميله جدا ولذيذه برضو للناس اللي بتحب طبعا الاكلات البحريه. فيا رب تتابعوني وتشوفوا طريقتي في عمل الرز بالجمبري، ان شاء الله هتعجبكم جدا، فخليكم معايا. كل اللي هنحتاجه طبعا جمبري، انا جايبه جمبري مفصصاه، ده مش اكياس، ده جمبري طازه، وانا ايه فصصته، شلت الراس وشلت القشره بتاعته كلها طبعا اهي، وده حوالي طبعا حوالي مثلا نص كيلو جمبري وازر شويه تقريبا كده، يعني اكتر من نص بحاجه بسيطه جدا يعني. وفي الاول طبعا، ودي كانت عندي شوربه، شوربة جمبري كنت سلقاه يعني واخده منه الشوربه بتاعته، فهحطه على الرز برده، بس اللي ما عندهوش كده ممكن يحط ميه محنفيه عادي جدا، ما فيش اي مشاكل، زي كاننا بنعمله رز عادي جدا. تمام. وهنحتاج توم، وهنحتاج بصله متقطعه، وهحتاج مستكه، وهحتاج صلصه، ده كل اللي هنحتاجه بس في الاكله بتاعت النهارده. انا محضره عشان عارفه انا كنت نازله النهارده وهاجي متاخره، فانا محضره الجمبري ده من امبارح مفصصاه ومقشراه يعني ومجهزاه، والصبح قمت قطعت البصل والثوم، يعني جهزت حاجتي كلها عشان عارفه ان انا هنزل وهرجع متاخره عشان احضر الغدا بسرعه. تمام. فهولع البوتاجاز على الحله، حاطه فيها زيت، واحط في الزيت ده يا جماعه مستكه. تمام. احط في الزيت ايه مستكه، يعني فصين مستكة طبعا، ما نكترش المستكة عشان عارفينها انها بتمرر طبعا. ايه حطيت يعني كام واحدة كده، اربعة مثلا، حطهم في الزيت. تمام. حطيت المستكة في الزيت وانزل بقى بالجمبري، بس مستنية الزيت يسخن شوية، بس هنزل بالجمبري طبعا، والرز انا غسلاه ونقعاه في مية، وزي ما قلت لكم هتحطوا مستكه مع الزيت، دي هتعجبكم جدا ان شاء الله وتجربوها وهتنال اعجابكم باذن الله. احط بقى الجمبري هشوحه، زي ما قلت ده انا الاكله دي اقتصاديه، من حيث ايه يعني الجمبري غالي احنا عارفين كل حاجه، بس انت ممكن تجيبي كيس جمبري او تجيبي جمبري طازه مثلا نص كيلو، هيعمل لك اكله كويسه يعني. زي ما قلت بتعمل جنب السمك وبتعمل لوحده، ممكن يتاكل لوحده رز وجواه جمبري. فانا هشوحه شويه يا جماعه في الزيت والمستكه دوت قبل ما انزل البصل والثوم. تمام. هشوحه واخليكم معايا. زي ما قلت لكم انا بشوح الجمبري، حطيت في الزيت فصين ثلاثه مستكه كده وبشوح الجمبري اهو زي ما احنا شايفين، مجرد بس هيحمر الجمبري ده كده، احنا شايفين احمر اهو. جبت الصلصه، هنستخدم هنا صلصه، هنزل البصل متقطع بصلايه كده متقطعه صغير، وثوم فصين كده، ثوم فرماهم ناعم يعني، واقلبهم معاها كده اهو. اكله سريعه جدا بالنسبه للسيده العامله اللي هي بتيجي من شغلها ما عندهاش وقت، فالمفروض تحضر الجمبري ده من قبلها بيوم يعني، والبصله مقطعاها وكل حاجه تبقى محضراها، تيجي على انها تعملها على طول وياكلوها سخنه، بتبقى جميله جدا. او نسبه مثلا لوحده يعني عندها مثلا مشوار وجت متاخره برده وعايزه تعمل اكله ايه سريعه وحلوه في نفس الوقت برده.
اقلب بس البصل والثوم مع الجمبري، بعد كده احط الصلصه، احط سنه كمون معاهم، سنه كمون بس يا جماعه مش كمون كتير عشان خاطر كمون كتره بيمرض. تمام، احط حبه كمون بسيطه جدا، سنه كده يعني، حاجه بسيطه قوي، وبرده حبه فلفل اسمر، حبه فلفل اسمر حبه برضو، يبقى حطيت مستكه الاول في الزيت، بعد كده نزلت بالجمبري شوحته شويه، بعد كده البصل والثوم، بعد كده شعره كمون وفلفل اسمر. تمام، وبقلبه كده اهوت، بعد كده انزل بالصلصه، حط معلقه الصلصه، ممكن في لو عايزه تعمليه رز ابيض يعني لونه ابيض ما تحطيش الصلصه، لكن انا بحب ايه احط حبه صلصه بسيطه يعني معلقه مثلا كده مش كتير يعني، خليها معلقه كامله بس كده اهي. عشان انا عايزه الرز يبقى ايه لونه محمر شويه، مش عايزاه ايه ابيض خالص، واقلبه بالمنظر ده كده اهوت. بعد كده هحط طبعا بقى احط ايه الملح، واحط الميه، انا هحط كان عندي كنت سلقه جمبري ففايد منه ميه من سلق الجمبري يعني، احطها واكمل ممكن من ميه عاديه، لكن اللي ما عندوش ممكن يحط ميه عاديه من زي ما بتعمل الرز يعني ميه مغليه وكده. تمام، هحط بقى الميه والملح، وبعد كده اسقط الرز وهنشوف هنعمل ايه. حطيت انا شوربه الجمبري كانت عندي وزودتها ميه لان ما قضيتش، لان انا عامله ايه 3 كوبايات رز، فهي الميه كانت كوبايتين بس، فحطيت كوبايه الشوربه بتاعت الجمبري كانت كوبايتين بس، حطيت كوبايه ميه عاديه جدا، واحط ملح بقى طبعا حسب ما انت بقى ايه عايزه تحطي الملح، بس اعملي حساب الجمبري طبعا والرز، واقلب بقى كده اهوت. لما الميه تغلي هنزل ايه هنزل الرز. الرز انا ايه غسلاه بس هصفي ميته بقى، صفي الميه من الرز واسقطه في الحله. ايه غسلت الرز وصفيته، تغلي بس الميه شويه، استنى تغلي وانزل الرز فيها، حطيت الملح وكل حاجه وخلاص، واحط الرز تغلي كمان معاه، اروح موطيه عليه النار واحط الشياطه زي الرز العادي ما مستوي، وهنشوفه ساعه التقديم بقى ان شاء الله، احطه واستنى لما يغلي مش مشكله عشان ايه اتاخرت النهارده في عمايل الغدا عشان كنت في مشوار وكده، فايه فدي اكله سهله بالنسبه لي الحمد لله، وهنجز بيها يعني واخلص بدري. يعني كده حطيت الرز، استنى بقى عادي جدا بقى عامل بقى الموضوع كانه رز عادي بطبخه يا جماعه، فاستنى يغلي اروح موطيه عليه النار وحاطه الشياطه تحتيه واسيبه لما ايه يستوي، ونشوفه مع بعضنا ان شاء الله، بس اقلبه كويس كده عشان ايه الجمبري في كل حته ما يبقاش في حته وحته. اهو الغطا اهو، استنى عليه بقى يغلي وبعد كده نشوف بقى التقديم النهائي ايه ان شاء الله. خلاص خلصت الرز اللي بالجمبري يا جماعه اهو، زي ما انتم شايفين حضراتكم شكله جميل جدا، والجمبري اهو موجود فيه وفي جوه كمان، بصوا شكله، ولما حطيت صلصه بيخلي لون حلو، لكن اللي مش عايز صلصه وخليه ابيض عادي ممكن تستغني عن الصلصه خالص، ممكن تستغني عن الصلصه معلقه الصلصه دي وتعمليه يبقى لونه ابيض. تمام، وجميل جدا اهو، هوريه لحضراتكم اهو، بس في الجمبري جوه، تبقى الرز مع الجمبري كده اهوت اهو، والرز جميل اهو. يبقى دي اكله اقتصاديه واكله سريعه جدا، يعني لاي حد جاي متاخر او جاي مستعجل يعملها على طول، بس لازم يكون مجهز طبعا الجمبري من قبلها بشويه. بس كده اهوت، دي كانت اكلتنا النهارده السريعه الجميله، يا رب تكون عجبت حضراتكم وتكونوا استفدتوا منها النهارده ان شاء الله. فما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وشير الفيديو للاهل والاحباب،
وسيبوا كومنت حلو تقولوا ايه رايكم في الاكله النهارده، واذا كنتوا استفدتم ولا لا. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس امرا. الى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عابر عامر. الى اللقاء.